رمضان كريم. الشيف ربيع عامر اليوم عم نحضر وصفة ولا أطيب، دجاج بالبشاميل. عم نحضرها بصدور الدجاج من أمريكانا. طبعا صدور الدجاج من أمريكانا شوفوا قديش منظرها حلو وجودتها عالي، لهيك هي دائما الأعلى مبيع بالأسواق. رح نبلش نحضر الدجاج ونقطعه مكعبات بهذا الشكل. ما بدي اياهم يكونوا كثير صغار، بدي احضرها مكعبات شويه حجمها وسط. نزل بالزبده. هلا رح نضيف البصل المفروم ناعم، ورح ضيف الثوم، خليهم شوي يتكرملوا. الريحة ولا أطيب. ورح ضيف الزعتر، يا سلام الريحة ما أطيبها. رح نضيف مكعبات الدجاج من أمريكانا. رشة ملح ورشة فلفل أسود. طبعا إذا بدنا نحط جبنة البرميزان بكمية شوية مرتفعة، فلازم نحن ننتبه لإضافة الملح، لأنه جبنة البرميزان مثل ما بنعرف هي بطبيعتها مالحة، فننتبه لإضافة الملح. نقلبهم مع بعض، وأهم شيء بالبشاميل هو جوزة الطيب. ما نكتر كثير كرمال ما نضيع النكهة. مجرد ما الدجاج ابتدى يتغير اللون فيه رح ضيف الطحين. وأهم شيء ما نخلي الطحين كثير يتحمر كرمال ما يغير لون البشاميل. هلا رح ضيف الفطر. نقلبهم مع بعض. الطحين امتص الزبدة كلها، فينا نضيف عليها شوية زيت كرمال يساعد باللون الشواء للمشروم. قطع الدجاج كمان ابتدت تاخذ هذا اللون الحلو. رح نضيف عليها كريمة الطهي. مع رشة جبنة برميزان. هلأ رح نتركها 10 دقايق تغلي كرمال تتسبك ونبلش برصة بالصينية. وهيك بيكون البشاميل تسبك عنا وصار جاهز كرمال نسكبه بالصينية. برصها بطبق بشكل طبقات. أنا اليوم لمستي بهذا الطبق في عندي مكعبات الباذنجان المقلي، رح ضيفها على هاي الوصفة. نقطع الأطراف بهذا الشكل، ورح أضيف عليها كمان الزيتون الكلاماتا بدون بزر، وبرجع بحط طبقة تاني من البشاميل. وهيك بتكون أسهل وبلش حط الموزاريلا، نرش عليها رشة برميزان. هلأ رح بنحطها بالفرن على درجة حرارة 180 10 دقائق. وهيك بشاميل الدجاج بصدور الدجاج من أمريكانا صارت جاهزة. إن شاء الله تكون عجبتكم الوصفة.